السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ معاكم برنامجكم فيض ضحى في هذا الصباح الجميل من يوم الأحد. إن شاء الله أن صباحكم يكون جميل ويومكم أجمل بإدارة الوقت. ديروا الوقت يا جماعة، يعني خلاص أنت الحين رحت دوامك، رحت جامعتك، رحت مدرستك، وظيفتك، بعد ما ترجع إيش راح تسوي؟ لا تخليها عشوائية، رتب وقتك وشوف شو اللي راح تسوي. تقعد مع أهلك، سمعت عن معرض جديد انفتح، سمعت عن أي شيء تحب تزوره، بتروح مع ربعك، رتب جدولك علشان تعرف ترتاح وتكمل يومك وانت مبسوط. وعشان نكمل يومنا نلتفت على سلمان ونقول له صباحك الله بالخير. صباحك الله بالنور والسرور اخوي نايف، تحيه لك وتحيه ايضا لمشاهدي تلفزيون قطر ومتابعي برنامج فيض ضحى. مثل ما قال نايف ان شاء الله حلقه اليوم راح تكون جميله ورائعه ايضا بمواضيعها المتعدده وايضا فقراتها وتقاريرها. مشاهدي الكرام، قبل لا نبدا هذه الحلقه راح نشوف معاكم هذه المشاهد من احلى بلد ونرجع لكم. Thank you.
عمرنا قطر عمرنا قطر في دوي ترابك لترابك عمرنا قطر عمرنا الله يحفظ قطرنا من كل شر ويحميها لنا إن شاء الله وكلنا في دوي القطر. حالياً راح نتكلم في موضوع يخص موضوع إدارة الوقت اللي كلمتكم عنه، يعني إذا تطلعون الحين لازم تعرفون شو تسوون، أوكي، لكن في موسم التخييم انتهى. أكيد. فالحين العالم راحوا قاموا يشلون أغراضهم، يشلون اللعنة، يشلون أي شيء يخص التخييم، فيقولون نسبة المخالفات قلت. أكيد نايف، وهذه من أحد الأخبار اللي ذكرناها في برنامج في ضحايا فقرة الأخبار الأسبوع الماضي، أنه بالفعل في انخفاض كبير في نسبة المخالفات عن موسم التخييم الماضي، وأيضا نسبة في انخفاض المخالفات اللي هي عبارة عن إنذارات شفوية، وهذا دليل على زيادة الوعي بالنسبة للناس اللي خيموا هذا الموسم. الله يعطيهم العافية إن شاء الله، وإن شاء الله يكونوا انبسطوا في موسم التخييم، والحين حاليا يشلون أغراضهم ويتركون انطباع إيجابي عن التخييم اللي كانوا فيه، لأن أكيد كل مكان معروف باسمه ومعروف برقمه المعين. فخلونا أعزائنا المشاهدين نشوف هذا التقرير بخصوص انتهاء موسم التخييم، وراجعين إن شاء الله مرة ثانية. تأهب واستعداد على امتداد المناطق البرية والبحرية في الدولة قبيل انتهاء موسم التخييم الشتوي. مواكب المركبات تغزو الشوارع وتقفل عائدة إلى مواقفها في انتظار موسم جديد ورحلة جديدة. والله الموسم كان حلو ومن أروع ما يكون، والحمد لله الجو كان حلو، ونشكر البيئة على التنظيم اللي كانوا وياهم والتمديد اللي عطونا إياه أسبوعين، صراحة استغلنا حسن استغلال، وإن شاء الله نرتبنا الحين نشيل أغراضنا للموسم الجاي، إن شاء الله نرتب كل شيء من جديد إن شاء الله، وبيض الله وجههم وما قصروا. خلال جولتنا في عدة مناطق كانت آهلة بالمخيمين وتعش بها أمتعتهم، وقفنا على حجم الاستعدادات لمغادرة المنطقة وشحن أغراضهم في انتظار استكمال المهلة التي حددتها الجهات المشرفة. السنة كان موسم التخييم زين، لأن كان الجو بداية الموسم الحمد لله زين، المطر إن شاء الحمد لله نجانا هالسنة واجد، والجو كان بارد هالسنة والحمد لله. الحين قاعدين نشيل أغراضنا نرتبهم إن شاء الله للموسم الجاي، والموسم الجاي إن شاء الله نتمنى إنه يخلونا قبل فترة، يعني مثلا بداية 10، لأن الجو يكون زين بداية 10 أحسن إن شاء الله. وبحسب اللجنة المنظمة فقد تم تسجيل التزام أغلب المخيمين بالشروط التي وجهوا بضرورة احترامها، مع تكاثف مختلف الجهات المسؤولة في الدولة للمساهمة في إنجاح الموسم. خلاص انتهى موسم التخييم، وإن شاء الله شلينا أغراضنا، وما شاء الله يعني الموسم كان ممتاز والحمد لله. نشكر البيئة ونشكر وزارة البيئة على التنظيم، ما قصروا صراحة، بيض الله وجوههم. ويترقب الكثيرون في قطر ودول المنطقة موسم التخييم، ويحرصون دوما على الحصول على مخيم لقضاء أوقات ممتعة في رحاب الطبيعة والاستمتاع بالأجواء الجميلة التي يطفيها المكان على أرواده طوال الموسم. عودة لكم من جديد مشاهدينا الكرام، بعد ما شفنا هذا التقرير عن انتهاء موسم التخييم، بالفعل مثل ما قالوا الناس في هذا التقرير ان الموسم كان مميز، لان الجو كان حلو ويات الامطار وزينت عنن اللي كانوا مخيمين هذا الموسم. نتمنى التوفيق ايضا للي بيخيمون الموسم القادم ان شاء الله، ومثل ما في انخفاض في نسبه المخالفات نتمنى من الموسم القادم تكون ما في اي مخالفه لكل من يخيم في سواء المناطق البريه او ايضا المناطق البحريه. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا الى فقرتنا اليوم في جولتنا في أخبارنا المحلية وأيضا دراساتنا العالمية. أول أخبارنا من جريدة الراية، بدء تسجيل الطلاب في المدارس الحكومية 8 مايو. أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي عن بدء قبول تسجيل الطلاب في المدارس الحكومية اعتبارا من 8 مايو القادم، وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أنه تم تحديد الحد الأدنى لسن قبول الطلبة المستجدين لمرحلة الروضة للقطريين وأبناء مواطنين دول مجلس التعاون وأبناء القطريات للمواليد حتى تاريخ 31/12/2012.
وللتمهيدي وللقطريين وأبناء مواطني دول مجلس التعاون وأبناء القطريات للمواليد حتى تاريخ 31/12/2011 وللصف الأول من القطريين وأبناء مواطني دول مجلس التعاون وأبناء القطريات للمواليد حتى تاريخ 31/12/2010. نتمنى إن شاء الله أن الكل يلحق نفسه ويسجل ويأخذ له مقعد بدري بدل لا يتأخر ويقعد يحاول بالمدرسة أو الثانية، ويمكن أنه يوصل في الوضع أنه يأخذ مدرسة تكون مش قريب من السكن فتكون بعيدة عليه، فالالتزام بالتواريخ راح يبعد هذا الشيء. أكيد الله يحفظ عيالنا إن شاء الله. وكل الشكر أيضا لوزارة التعليم والتعليم العالي على هذه الجهود في تسهيل عملية التسجيل بالنسبة لأبنائنا سواء كانوا في الروضة في التمهيدي وأيضا في مراحل الدراسة الابتدائية، الله يوفقهم إن شاء الله. ثاني أخبار نايف من جريدة الوطن، وزارة الصحة العامة تخفض أسعار 400 دواء. أعلنت وزارة الصحة العامة البدء في تنفيذ المرحلة الثالثة من قرار توحيد أسعار استيراد الأدوية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. اعتباراً من اليوم والتي تضم 400 مستحضر دوائي يتم تخفيض أسعارها بنسبة تتراوح بين 82.93% و 0.24% متوسط الانخفاض راح يكون 26.13% منها 76 مستحضر يتم تخفيض أسعارها للمرة الثانية. شيء جميل نايف أن أسعار الأدوية اللي يحتاجها الشخص اللي يعاني مثلاً من أمراض معينة يكون في تخفيض في أسعارها، وهذا أيضاً شكر لوزارة الصحة العامة على هذه التسهيلات بالنسبة للمستفيدين من هذه الأدوية. نايف دائما نقول إن شاء الله ما حد يحتاجها، واللي يحتاجها هي صارت نقدر نقول نسبة بسيطة يعني تكون متداولة، وإن شاء الله أنها تكون بسيطة التكلفة على الجميع. ننتقل إلى خبر جريدة الشرق، رحلة فعالية غير مسبوقة نظمتها 4 شابات قطريات. افتتح سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم الصليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة مساء أمس فعالية رحلة التي قام بإعدادها فريق قطري مؤلف من 4 فتيات قطريات من تخصصات مختلفة، هن لطيفة المسلم والجازي الحنزاب ودانا الحنزاب والعنود الحنزاب، وذلك بحضور جمهور غفير من مختلف المواطنين والجنسيات العربية والأجنبية. يعطيهم العافية، 4 شابات قطريات يسوون لك هذا كله، يعني طاقة الشباب غير بسيطة وإنه يقدرون يسوون أكثر وأكثر. هذه بس 4 شابات، فما بالك لو مثلا مجموعات ثانية انطلقوا، والدعم أكيد ما راح يقصرون معهم سواء كتارة أو أي جهات ثانية، والله يوفقهم جميع. أنا نايف يجب علينا أن نشكر الإدارة العامة المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة على هذا المجهود في دعم الشباب القطري ودعم أيضا مشاريع وطموحاته ووضع الثقة فيه، لأن الشباب القطري متى ما حطيت فيه الثقة راح يبدأ يسوي لك فعاليات ما شفتها من قبل. نايف إلى آخر أخبارنا المحلية، 4 ميداليات لقطر في معرض جنيف الدولي 44 للاختراعات. سبق وأن تكلمنا في فقرة الصحافة أن في 4 مشاركين قطريين في معرض جنيف 44 للاختراعات، 4 نايف حصلوا ميداليات. تخيل كفو. حقق المبتكرون القطريون ميدالية ذهبية وميداليتين فضيتين وميدالية برونزية في معرض جنيف بين أكثر من 700 مخترع، وهذه المرة الأولى التي يفوز فيها جميع المبتكرين القطريين المشاركين بميداليات في معرض عالمي. وكان قد فاز المبتكر محسن الشيخ بالميدالية الذهبية عن ابتكاره طابعة الشيكات في أول مشاركة عالمية له، والمبتكر فهد العبيد وحمد البحر بالميدالية الفضية. أما المبتكر هتمي الهتمي فكانت البرونزية من حظه. شيء جميل نايف أن المبتكرين بالفعل يحققون هذه الإنجازات، والشكر هنا موصول لإدارة النادي العلمي على دعم هؤلاء المبتكرين. بالضبط، النادي العلمي مو مقصرين معاهم، وأنا أغلب المشاريع اللي ذكرتها شفتها لما كان لهم معرض في السلام، كانوا منظمين معرض صحيح للمخترعين، وكان منهم الشباب الموجودين كانوا عارضين اختراعاتهم، فالله يوفقهم. ننتقل إلى أول خبر من الأخبار العالمية والمنوعة، ديلي ميل، تناول الشوكولاتة الداكنة لتحصل على نوم مريح. كشفت دراسة جديدة أن تناول الشوكولاتة الداكنة يمكن أن يكون الحل للحصول على نوم جيد، وقال علماء أن الشوكولاتة غنية بالمغنيسيوم وهو معدن ضروري للحفاظ على انتظام عمل ساعات الجسم، وبالتالي فإن تناول الشوكولاتة يمكن أن يساعد الأشخاص على الحفاظ على تكيف إيقاعات الليل والنهار لضمان جودة أفضل للنوم.
احنا دائما نقول ان الاكل لازم يكون قبل النوم بفتره، يعني نقدر نقول ساعتين ثلاث ساعات او اكثر علشان الجسم يمدي انه يريح. لكن تناول الشوكولاته الداكنه اكيد لازم يكون بوقت معين، يعني قلنا الشوكولاته الداكنه عشان العالم ما يروحون على طول لجميع انواع الشوكولاته وياكلون مال الذوى طاب. هالخبر ممكن يفرحني انا ويفرح جميع عشاق الشوكولاته، لان بالفعل لها فائده، كثرتها ممكن تضر الاشخاص، وايضا في انواع ثانيه يضاف لها السكريات وهذه الامور راح تضر الشخص، ولكن الاعتدال في هذا الموضوع يسبب فائده بالنسبه للي ياكلون الشوكولاته. نايف، ثاني اخبارنا او دراساتنا العالميه راح تكون زياده الوزن للمراهق تسبب الموت المفاجئ، الله يكافي عيالنا الشر. بالفعل هذا خبر خطير ويجب ان لا يمر مرور الكرام، لان احنا عندنا في دوله قطر للاسف في زياده في نسبه اوزان الاطفال والمراهقين، فلازم هالخبر نحط له اعتبار. حذرت دراسة طبية من الدور السلبي للخيارات الغذائية غير الصحية في التسبب في زيادة أوزان المراهقين بصورة كبيرة، ما يدفعهم نحو الموت المفاجئ في منتصف العمر. وقد توصل فريق من الباحثين إلى أن السمنة في مرحلة المراهقة المتأخرة مرتبطة بعوامل خطر الوفاة المبكرة المحتملة بسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية والموت المفاجئ في مرحلة البلوغ. وكشفت النتائج أن 2918 حالة وفاة من إجمالي 32127 حالة وفاة بواقع 9.7% كانت بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك نحو 1487 حالة وفاة نتيجة أمراض القلب والتاجية. طبعاً 528 من السكتة الدماغية، ومن 893 حالة موت مفاجئ، نسب خطيرة وصراحة يعني نسب يشيب لها شعر الرأس. بالفعل نسب خطيرة، نتمنى أن المراهقين يكون عندهم وعي بأهمية ممارسة الرياضة واختيار نظام غذائي يتناسب مع أعمارهم. للأسف اللجوء إلى الوجبات السريعة، اللجوء إلى الأكل الغير معد بطريقة صحية، هذه من العوامل اللي راح تسبب سمنة وقلة النشاط الحركي. أكيد، فالواجب أن يكون في وعي من البداية، فالواجب علينا إحنا أن نوعي أبنائنا، يعني لازم يكون من الصغر في وعي بالنسبة للوجبات هذه، بالنسبة للنظام الغذائي، عشان يتربى ويكبر على نظام غذائي معين فيبتعد عن السمنة من البداية. نايف، الموضوع كله ثقافة، متى ما كانت الثقافة عند أبنائنا أن هذا الشيء راح يضر صحتهم وراح يضر أيضا يعني يسبب الموت المفاجئ، المسألة راح تنحل. الله يكفينا الشر إن شاء الله. ننتقل أعزائنا المشاهدين إلى آخر أخبارنا، إنستغرام عندهم تحديث جديد، أطلقت خدمة مشاركة الصور والفيديو القصير إنستغرام تحديثا جديدا لتطبيقها على نظامي أندرويد وآي أو إس، يجلب مظهرا جديدا لقسم الاستكشافات إكسبلور، يركز على إبراز مقاطع الفيديو وذلك أسوة بالشركة الأم فيما يتعلق بالتركيز على المحتوى المرئي. وقالت إنستغرام المملوكة لفيسبوك في منشور لها على مدونتها أن الخطوة الجديدة تأتي لتسهل على المستخدمين استكشاف الفيديوهات التي يحبونها. موقع التواصل الاجتماعي ما شاء الله كل يوم في تطور، كل يوم يطلعون لك بشيء جديد، فإنستغرام محبوب عند الكثير، ففي أشياء جديدة منها تحديثات تنال الرضا ومنها يمكن بعضهم لهم تعليقات عليها. أكيد، وهذه دعوة منا نايف إلى الجميع باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي الاستخدام المناسب واستخدام الإيجابي، إنه يكون محتوانا فعلا يدل على شخصيتنا الجميلة وعاداتنا وتقاليدنا. نايف، انتهينا من جولتنا في أخبارنا المحلية والعالمية، راح نشوف معاكم مشاهدينا الكرام تقرير عن مركز مواتر تجمع الرينج روفر، وبعدها إن شاء الله راح نتكلم عن معرض مهم نايف سبقا تحدثنا عنه في تقارير مختلفة، واليوم راح يكون معنا ضيف راح نتحدث عن افتتاح فعاليات معرض التراث العالمي. شوف هذا التقرير ونرجع لكم بعد الفاصل في افتتاح فعاليات معرض التراث العالمي. اليوم لقائنا في مركز مواتر يجمع ملاك السيارات الرينج روفر واللاند روفر والديفندر لتأسيس جروب أسوة بباقي الجروبات اللي تجاوز عددها 27 جروب، وبإذن الله الأعداد صايرة تتزايد فترة بعد فترة نظرا لنجاحات المركز
هذا مش من رأيي، من رأي الجمهور والشباب اللي هم سبب نجاح المركز وفعالياته. طبعا بنطلع من مركز مواتر بعد تأدية صلاة العصر مع أخواننا في الفردان للسيارات، وأيضا بتنظيم المسيرة بتنظيم إدارة المرور يعطيهم العافية. بنطلع من مركز مواتر مرورا بكورنيش الدوح حتى المتحف الإسلامي، ورجوعا أيضا بكورنيش الدوح حتى فندق سانت ريجس. بعد ما نوصل إلى فندق سانت ريجس بناخذ من رأي الشباب واقتراحاتهم الموجهة للمركز والفردان للسيارات لتطوير هوايتهم في مجال السيارات. بالنسبة حق التجمع يكون مثلا 20-25 سيارة تجمع أو 30 سيارة كمثال، فكل سيارة فيها 2 أو 3 أو مالك سيارة بروحة، فيعني كل واحد يستفيد من الثاني. والشيء الحلو إنه يكون في تنظيم مع إدارة المرور وفعالية يعني ممتعة الصراحة، يعني حتى للمركز واللي جايين يشاركون في الفعالية هذه. عودة لكم من جديد مشاهدي الكرام، ونرحب أكيد بكل من انضم لنا الآن لمتابعة فقرات برنامج في الضحى. الأسبوع الماضي بالتحديد يوم الخميس تحدثنا عن فعاليات معرض التراث العالمي الذي يقام الآن في أرض المعارض بمشاركة 20 دولة بأكثر من 200 شركة مشاركة في هذا المعرض، شيء جميل صراحة. أنا قبل أبدأ الفقرة وأتحدث عن هذا المعرض أدعو جميع مشاهدي برنامج في الضحى للتوجه إلى هذا المعرض، لأن بالفعل فرصة جميلة. المعرض بقي له يومين، راح نسلط الضوء على أكثر مع جابر منصوري الرئيس التنفيذي لشركة المرايا العلاقات العامة، الشركة المنفذة للمعرض. حياك الله معنا في سيدي برنامج في الضحى. أول شيء قبل الفقرة أبارك لك هذا المعرض وبارك هذا الانتشار لكم. شكرا وصباح الخير للجميع، صباح الخير لمشاهدين تلفزيون قطر وخاصة برنامج في الضحى. صباحك بالخير أستاذ جابر. في البداية نبي نتكلم عن المعرض، شو اللي يميز هالمعرض هذا يعني في تواجده في مركز الدوحة للمعارض؟ أنا أعطيك يعني نبدأ مختصرة عن المعرض. المعرض طبعا يقام على 12500 متر مربع. المعرض بدأ من 12 إبريل ل 19 إبريل، مواعيد زيارته من 11 صباحا إلى الساعة 10 مساء. المعرض في حوالي مثل ما ذكر أخوي سلمان في حوالي 200 شركة من 20 دولة تعرض منتجات، صناعات، عادات، تقاليد بلدها تحت سقف واحد في مكان واحد، لكي يتعرف المواطن والمقيم على منتجات بلدان العالم، على هوية البلدان المختلفة. طبعا احنا ما نسينا بلدنا، في قسم للتراث لقطر في الحرفيين يعرضون الحرف المختلفة، بالإضافة إلى أن في بناتنا وأولادنا يأدون الألعاب الشعبية، الأغاني الشعبية
وما الى ذلك. الحديث عن الحرف هذه يقدرون نعم. يعني نشوفها مع بعض مع زملائنا المشاهدين نعم. وهذه احد العروض على المسرح فتعليقك نعم. عليها. نعم الحرف يمكن شفتها هذه حرف ابائنا واجدادنا كانوا اندثرت حاليا عيالنا ما يعرفونها فاحنا طبعا هذه كلها بالتعاون مع مركز الهويه والتراث يعني ما ننسى عن دورهم لان هم اللي قاموا بجهد كبير اللي دعوا الحرفيين وشاركوا معنا الاستاذ الدكتور خالد الملا والاخت الشيخ نوره بنت جاسم بنت ناصر عفوا فكان لها دور كبير ان دعت الحرفيين بالاضافه الى البنات اللي ادوا الرقصات الشعبيه الاغاني الشعبيه الالعاب الشعبيه كان تشجيع منهم وهم اللي يساعدونا وهم الداعمين الاساسيين لنا اكيد يعني طول العمر في البدايه يعني العديد من المعارض والفعاليات هذه تقام في دولة قطر شيء جميل ان احنا نمزجها بين ثقافتنا وتاريخنا وتراثنا بالاضافه نعم. الى تراث وعادات وتقاليد الدول الأخرى. الاخرى لو تحدثني عن هدف اقامه هذا المعرض في دوله قطر بالنسبه لزائري هذا المعرض من دوله قطر ان يتعرفون على ثقافات بلدان اخرى ويركزون ايضا على ثقافات بلادهم اللي مثل ما قلت انه ما نقول اندثرت لكن ممكن نسيناها شوي مع تطور الزمن نعم احنا حرصنا ان يعني ندعي شركات كل يعني من كل بلد ركزنا ان ندعي شركات متخصصه في صناعه معينه في منتج معين اللي هو يرمز للبلد واحضرناهم لكي يتعرف عليه الجمهور القطري ويقتني يعني ما يلزمه من الاشياء دي يعني احنا موجود عندنا من 20 بلده مثلا المصريين يعرضون منتجاتهم السوريين موجودين اللبنانيين موجودين الكويتيين موجودين البحرينيين موجودين في كل البلدان الامارات كل البلدان موجوده وقاعده تعرض منتجاتها صناعه بلدها يمكن انتم شفتوا يمكن الحلوى العمانيه موجوده لايف قاعد يسوي الحلوى العمانيه على فكره ترى احنا ما نسينا بعد ذيتنا الشعبيه اكلاتنا الشعبيه لا والقهوه الشعبيه موجوده لازم اليوم بعد الحلقه انا ونايف نروح المعرض صراحه موجوده ما نسيناها وموجود القهوه الشعبيه وفيها الاكلات الشعبيه تعرض الاكلات الشعبيه وكلها يعني في متناول الجميع ما يعني في ناس في فكرهم ان المعرض مغالفي او ان في ارتفاع الاسعار هذه بالعكس الاخوان في بلديه الدوحه في وزاره الشؤون البلديه والبيئه ما قصروا طرشوا لنا مفتشين صحيين متواجدين دائم لو فرضا في تاريخ او بضاعه مو معروضه صح خاصه المواد الغذائيه الاخوان في وزاره الاقتصاد والتجاره مفتشينهم موجودين بالنسبة للأسعار بالنسبة للبضاعة المقلدة كل الأمور هذه يعني موجودة فالإخوان في وزارة الداخلية إدارة الحراسات موجودين معنا فكل الأمور المعرض مؤمن ومهيأ لكل هذي عند أي واحد عنده أي استفسار عنده أي شكوى على أي بضاعة أو شيء فممكن يتوجه مكاتب إدارة حماية المستهلك أو البلدية موجودة في المعرض يعني ما في عندنا أي مشكلة إحنا أو أي انتقاد إحنا حاضرين له ونجاوب ما شاء الله نعم. يعني أنا بالنسبة للأكلات الشعبية وغيرها أنا صراحة شفتها شخصيا نعم. وشفت نفس الشيء الاهتمام نفس الشيء بالمقاهي الحديثة المتواجدة كذلك نعم. لكن أنا شفت في المكان نفسه المسرح وشفت العروض كان في البعض مستغرب إنه لما شافوا العروض الهندية أو أي العروض الثانية الشامية وغيرها فكان في استغراب لكن أنا ركزت في الاسم هو مركز المعرض التراث العالمي نعم. فشنو ردك على اللي يستغربون هذه العروض؟ لا احنا يعني احنا طبعا ما نقدر نجيب نعرض كلها فترة بسيطة يعني الفترة المسائية نعرض لكل بلدان العالم في الكلورهم فجبنا حاولنا ان نجيب مثلا فرقة هندية فرقة نوبية فرقة فلسطينية التنورة المصرية بالإضافة إلى الشخصيات المحببة للأطفال فعرضناها خليناها تعرض وتقدم عروض
لكي يتعرف عليها، يعني هذه فلكلور، هذه تراث، هذه هوية بلد معين، فنحضرها ليتعرف عليها الجمهور. جميل. أستاذ جابر، شلون شفت الإقبال الجماهيري على هذا المعرض، وشلون شفت تفاعل الناس مع الأقسام المشاركة في هذا المعرض؟ المعرض هذه أول معرض يعتبر بالنسبة في الحجم، يعني يمزج بين التراث والأمور الاستهلاكية هذه، وأول معرض يقام في مركز الدوحة للمعارض، معرض استهلاكي قيمة معارض تخصصية ثانية، فالحمد لله الإقبال حلو من أول يوم، من أول يوم الافتتاح لليوم أمس كان يعني عدد فاق 8000 شخص تقريبا. نعم نعم، إن شاء الله الله يعطيكم العافية وموفقين. إن شاء الله نذكر عزاد الجمهور بأن المعرض من يوم السبت لين يوم الخميس من الساعة 11 الصبح لين 10 المساء، ويوم الجمعة من الساعة 3 المساء لين الساعة 11. نعم. او 10 11، لا ما بقى بعد الحين الا يومين، يعني أكيد بكره يعني من الساعة 11 للساعة 10 بالليل، خلاص يعني من الساعة 10. هذه فرصة ندعي الجمهور لزيارة المعرض اللي بحاجة الى شيء ممكن يقتني، يعني بحاجة له. أستاذي بس يعني الآن مثل هذه المعارض لما تذكر الناس وتعرفهم بثقافات البلدان الثانية، شنو أهمية هذه المعارض أن تعكس صورة التراث القطري بالنسبة للناس اللي جايين من برا؟ أكيد، يعني في ناس، إحنا أنا لاحظت أن في أجانب موجودين مستغربين من اللي يشوفونها، شنو قاعدوا يسألون شلون هذه اللعبة، وشلون هذه الإخوان في هيئة التراث ما قصروا، حتى في لوحات موجودة بالنسبة للألعاب الشعبية صورها، عدد لاعبينها، كيف تلعبها، كل الأمور هذه موجودة، يمكن لاحظتوا في لوحات، بالإضافة إلى البنات والأولاد يأدون لعبات حية يعني قدام الجمهور، بالاضافه الى الاغاني، فهذه حلو. احنا نعرف بتراثنا، احنا خلنا من الاجانب عيالنا ما يعرفون الالعاب ذي ولا هالاغاني نسوها، فاحنا نذكرهم على الاقل بالماضي اللي احنا عشناه، يعني انتم يمكن ما لحقتوا عليه بس انا واحد عشته وشفته، فنذكرهم حلو لما يعرفون. نعم، يعرفون ماضينا ويعرفون تاريخنا. صح. نعم. صحيح صحيح. يعني ما شاء الله الالعاب موجوده، نقدر نشوف حتى ما شاء الله شفت البنات بالبخانك. نعم. اللي قاعدين يلعبون واللي يقدمون عروض المراداه، الله يعطيكم العافيه، ان شاء الله موفقين استاذ جابر، وان شاء الله تطمحون الى مبتغاكم من هذه المعارض اللي تقيمونها. جزاكم الله خير وما قصرتوا، شكرا لكم. كل الشكر لك على تواجدك معنا في استديو برنامج فيض ضحى، وهذه دعوه مره اخرى لمشاهدينا الى الذهاب الى هذا المعرض الجميل والرائع. شكرا لك. شكرا مشاهدينا الكرام، بعد هذه الفقره من مشروع اللؤلؤه راح ننتقل الى زميلنا خليفه رميحي المتواجد في السوق المركزي، ونقول لك صبحك الله بالخير زميلنا خليفه. صباح الخير طبعا عليك الزميل نايف والزميل سلمان، حسب ما اسمعكم انا في الايربيس، لكن في البدايه طبعا اصبح على مشاهدينا ومتابعينا من خلال برنامج فيض ضحى عبر شاشه تلفزيون قطر، وطبعا صبح على عيايزنا الكبار، شيباننا، امهاتنا وابهاتنا، ونقول لهم عساكم على القوه والله يعطيكم الصحه وطوله العمر. نعم، احنا اليوم متواجدين في السوق المركزي وبالتحديد في سوق الكيلو او بيع البضاعه بالكيلو، وهو للخضار والفواكه، لكن معتاد علينا مشاهدنا الكريم انه يتابعنا دائما ننقل الخضار قبل الفواكه، لكن اليوم راح ننقل الفواكه قبل الخضار، راح نبتدي بالفواكه وننتهي بالخضار. خلوني اشوف اول محل. السلام عليكم. كيف حالك؟ الحمد لله. اول شيء قول لي عنب مال وين؟ عنب مال افريقي. افريقي، هذا كيلو تقريبا؟ واحد كيلو. هذا كيلو؟ ايوه. كم الكيلو؟ كيلو 12 ريال. 12 ريال بالنسبه للكيلو، في حب داخل؟ بدون حب. بدون حب، هذا بناتي؟ بناتي. هذا يسمونه بناتي وبدون حب، مثل ما تشوفون، والكيلو ب 12 ريال وهو افريقي، وهذا؟ تشيلي. تشيلي. هذا في اسود وفي احمر. ايوه. الاسود كم والاحمر كم؟ اسود 10 ريال، هذه 15 ريال. الاسود 10 ريال والاحمر 15. بدون بذر بعد. بدون بذر بعد يقول. السنطره؟ سنطره مصري. مصري، مال على كم؟ هاي كيلو 7 ريال. ريال بالنسبه للكيلو. التفاح؟ تفاح فرنسي. فرنسي على كم؟ كيلو 6 ريال. 6 ريال. الكيوي؟ كيوي مال ايطالي. على كم؟ 9 ريال. 9 ريال، طيب نقول كمثرى. كمثرى سكري افريقي. سكري افريقي على كم؟ 9 ريال كيلو. 9 ريال. الموجه؟
كودام الاستراليا. استراليا هذه اصفر. ايوه اصفر. على كم الكيلو؟ 20 ريال. 20 والاسود؟ اسود 13. بعد استرالي؟ هي افريقي. افريقي، يعني هذا استرالي وهذا افريقي. يعني اكيد السوق يحتوي على بضائع كثيره ومن الغارات الخمس مثل ما تعودنا ونوهنا دائما. المانجا مال وين؟ مانجا هندي. على كم؟ 27 كرتون. 27 بالنسبه للكرتون. الشمام؟ شمام هندي. على كم؟ 6 ريال. 6 ريال الكيلو. هذا المانجا مال وين؟ مانجا مال يمن. مال يمن. على كم؟ اي كرتون 5 كيلو. حلو؟ حلو سكر. حلو سكر، يقول حلو سكر مال يمن. طيب خلينا نشوف هذا الدراق. الدراق واعتقد انه خوخ. الخوخ على كم الخوخ؟ خوخ 14 واحد. مال مصر. مصر. مال مصر. طيب نقول تشيكو. التشيكو مال وين؟ تشيكو هندي. هندي على كم؟ هي 13. 13 هذا 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 ب 13؟ اي تشيكو. هذا 13. ايوه. هذا ما يجي كيلو. قريب 800 جرام. 800 جرام كيلو الا 200 جرام. قلت لي 13 ريال. 13 اذا الواحد يبي ياخذ ثلاثة صحن ينزل سعر شوي؟ لا من الجهة. ينزل. ايه لازم. يقول ينزل السعر. سعر مال حكومه. ايوه صح. وعندك ورقه. اي موجود. الساعه كم تجيكم الورقه هنا؟ ورقه يجي الساعه 9 9 ونص موجود. 9 9 ونص كل يوم. كل يوم. كل يوم. اكيد من حق المشتري انه يسال عن الورقه لو بغى. الكيوي مال وين؟ تبيته لي. على كم؟ 9 1 كيلو. هذا نفس هذا؟ ايوه سم سم انا اخذ بكيلو كيلو. بالكيلو حاطه انت. زين جوافه مال وين؟ مصر. على كم؟ هاي 16 كرتون. 16 كيلو. زين هذا نكترين. نكترين مشتري. مال مصر بعد على كم؟ 20 كيلو 18 كيلو. وين؟ 18. طيب الرامبوتين. رامبوتان مال تايلندي. تايلندي. ايوه. على كم؟ 14. 14 بس هذا صحن صغير. أيوة. يعني دائما هذه الانواع اللي تي من تايلند احيانا تكون سعرها شوي مرتفع مثل ما تشوفون، لكن بعد ايضا للمشتري الحق انه يروح مجمعات، والمجمعات بعد موجوده اللي يبي السوق يقدر يجي السوق. طيب نقول افوكادو مال وين؟ افوكادو مال كينيا. على كم؟ كيلو 10 ريال. كيلو 10 ريال. طيب كلودينيا مال وين؟ لبنان. مال لبنان. على كم؟ 10 ريال قلتي. 10 ريال بالنسبه للصحن. طيب اللوز. اللوز سمسم 10. مال لبنان بعد؟ ايوه لبنان. لبنان بعد. طيب جنرك. جنرك هذا شنو؟ حامض. هذه حامض. وين حامض؟ ايوه. مال وين؟ لبنان. مال لبنان. وكم هذا الصحن؟ صحن 14. 14 الصحن. الجح عندك؟ مو عندك. مشكور يا اخوي. خلوني انتقل محل ثاني وبشكل سريع بعد نتعرض لبعض الاسعار ونشوف طبعا اسعاره. كيف حالك؟ الحمد لله. الموز مال وين؟ موز فلبيني. فلبيني. على كم الكيلو؟ كيلو 6 ريال. 6 ريال. واللوحات توضح ايضا، اللوحات عزيزي المشاهد توضح بالنسبه للاسعار، اسعار الفواكه والخضار في سوق الكيلو. دائما هناك لوحات، واللي ما راح يبتنع بهاللوحه ممكن يطلب ايضا الورقه، وهي موجوده اظن ورقه اليوم. خلني اشوفها شوي. يعني ورقه اليوم وبشكل يومي وزاره الاقتصاد والتجاره قسم حمايه المستهلك دائما نقول بارك الله في جهودكم، دائما يزودون السوق بهذه النسخ. وممكن لك انت كمشتري او زائر للسوق انك تسال عن الاسعار، وهي موجوده وموثقه ومختومه ختم رسمي. طيب كل يوم الساعة كم تي هاي؟ 10 ونص 9 ونص شكل. قبل 10 ونص شلون تبيعون؟ تبيعون بالتسعيرة مالت أمس؟ أنا هذا عليهم يجي السوق. لا قبل لا تجي هذا تبيعون مال سعر مال أمس؟ أنا عليهم يجي سعر مال أمس. ما في. أنا أدري هذه تجي قبل لا تجي هذه الساعة 8 كيف تبيعون؟ لا علي الساعة يجي 9 ونص 10 يجي صار يجي. بعد هو ما فهمني. أنا كان ودي أنا هو يقول الساعة 9 ونص 10 توصل هذه الورقه اللي فيه الاسعار. قبل لا تجي هذه اللوحه، قبل لا تجي هاي التسعيره شلون تبيعون؟ قبل لا تجي هذه الورقه الساعه 8 كيف تبيعون؟ يجي انا اول سمسم صار بيه، اول صار سمسم انا بيه. نعم. الساعه كم يفتح السوق هني؟ السوق 6:30. 6:30 الصبح الحريص يجي بعد نام. لا هني الساعه كم يفتح السوق؟ يعني يجي ادي 6:30 الصبح. الساعه كم بس؟ الساعه كم يسكر؟ 10 ونص 10 في الليل. في الليل. انزين تعالوا وياي الحين خلينا نشوف. طيب نقول هذا شنو هذا؟ سنتره. سنتره انتم كاتبين عليها كلمنتينا. يعني احنا ما تعودنا عليها بلهجتنا المحليه نسميها سنتره. والله انا ودي اقشر واحده لكن من شكله انا بساله. هو حلو؟ حلو. في حب داخل؟ بدون هو. بدون حب. مال وين هذه؟ لبناني. لبناني.
مثل ما تشوفون السنطرة اللبنانية، وأعتقد أن الصندوق تقريبا كم كيلو فيه؟ 2 كيلو. كيلو وين؟ على كم؟ هذه 2 كيلو صندوق يجي 20 ريال. 20 ريال، بالنسبة نقول للعنب مال وين؟ عنب هذه مال أفريقي. هذا أفريقي والأخضر مال وين؟ هذه هندي. هندي، الهندي كم والأفريقي كم؟ أفريقي كيلو 13، هندي كيلو 8 ريال. 8 ريال بالنسبة للهندي، طيب، خلينا نقدم قدام بعد ونشوف أيضاً عندك، عندك رامبوتان. عندك مانجوستين. يعني ما شاء الله المانجوستين على كم؟ الرامبوتان على كم؟ 14. والرامبوتان؟ والمانجوستين؟ مانجوستين 14. أنا هذه ما أعرف اسمه، يعني اسمح للمشاهد، بعض الأنواع صراحة ما نعرف، جاتنا جديدة يمكن. هاي شو اسمه؟ هاي لاغون. شو اسمه؟ اسمه لاغون. لاغون. يقول اسمه لاغون. حلو؟ حلو. نفس تقريبا الرامبوتان ونفس المانجوستين تقريبا. نفسه ولا غير؟ أنا دي غير. هذه غير. كم هذا الصحن؟ صحن 18. 18 بالنسبة للصحن. اي في منه طبعا يقولون لي اكيد اكيد يسألوني في الجاليري، الزميلة المخرجة حنان مصطاري تقول لي موجود في تايلاند، اكيد ما دام جاي من تايلاند اكيد انه موجود في تايلاند اكيد. طيب الاصبار نقول انا اسف معليش طاحت اللوحة، لكن مال وين قول لي؟ مال تايلاند. مال تايلاند بعد. على كم هذا؟ 10 ريال. 10 ريال بالنسبه تقريبا ما يجي كيلو، ما يجي كيلو. يعني انا اسمح لي المشاهد بس اللوحه اللي طاحت هذه واحطها مكانها حتى يشوف زائر السوق. من قبل اليمن. اليمن على كم؟ 33. 33. جوافه مال وين؟ جوافه مال مصر. على كم؟ 16. 16. الجح عندك؟ مش عندك. انا كان ودي اسال عن الجح لكن خلوني الحين، مشكور يا اخوي مشكور، خلوني انتقل الان للخضار، خلوني انتقل للخضار واشوف بعض الاسعار وبعض الانواع الموجوده. واكيد مشاهدنا ومتابعنا امهاتنا وابهاتنا الكبار اكيد الان يسالوني ان انا لازم انقل الجزئين اللي هو جزء الفواكه وجزء الخضار. تفضل عندي. الله يخليك. تفضل عندي. عليكم السلام، كيف حالك؟ طيب ان شاء الله. قل لي اول شيء الطماط. الطماط ماده رئيسيه اكيد انه ما حد يستغني عنها. نعم طماط اردني، واعتقد حتى طماط قطر زين وحلو ونفس الشيء، وموجود في رمبه قطر او سطحه قطر مثل ما تشوفون. طماط اردني على كم اليوم؟ 21. 21 صندوق. كم كيلو تقريبا؟ اي 7 كيلو. كم؟ 7. 7 كيلو تقريبا فيه. طيب الجزر؟ جزر 5 ريال. 5 ريال مال وين؟ استرالي. استرالي. الليمون؟ ليمونه برازيلي. برازيلي على كم الكيلو؟ 7 ريال. 7 ريال. ما شاء الله الوان واشكال. الفلفل البارد على كم؟ 9 ريال. 9 ريال كيلو. ايوه. طيب نقول الفلفل الاخضر؟ اي 5.5. 5.5 اردني. مال الاردن. أيوة. طيب فلفل نص نص؟ اي اردني 7 ريال. 7 ريال. أيوة. الخيار؟ خيار ريالين نص مال سعودي. مال السعودية. الكوسة؟ كوسة 5 ريال أردني. أردني. أيوة. الزهرة؟ زهرة 5 ريال. مال وين؟ مال أردن. مال أردن. أيوة. باذنجان؟ باذنجان 3 ريال. مال وين؟ مال الدوحة. مال الدوحة. أيوة. نعم مثل ما تشوفون. أيوة. الخس مال وين؟ خس أردني. أردني على كم؟ أيوة. الكيلو؟ 4 ريال. 4 ريال. أيوة. البامية؟ بامية 10 ريال هندي. هندي. أيوة. الفاصوليا؟ فاصوليا 12 مال الدوحة. 12 مال الدوحة. أيوة. صندوق البطاطس على كم؟ أيوة. 30 ريال أردني. 30 ريال أردني. أيوة. طيب أيوة. نقول البصل على كم؟ بصل 10 ريال. 10 ريال. أيوة هندي. وهندي. أيوة. طيب بعد يعني أظن القرع. جراحي برازيلي. مال البرازيل. أيوة. على كم؟ 10 ريال. 10 ريال بالنسبة لهذه. نقول أخيرا أخيرا وليس آخرا نقول البوبر على كم؟ بوبر كيلو 3 ريال. الكيلو 3 ريال. أيوة. هذه كم كيلو تقريبا فيها؟ 5 6 كيلو. 5 كيلو 6 كيلو. بارك الله فيك. أيوة. مشكور. أيوة. الله يرزقك ويوفقك إن شاء الله. يعني مثل ما شفتوا مشاهدينا ومتابعينا أيضا، يعني اللي يحبون يزورون السوق أكيد أن بعض التجار أو بعض الباعة متسامحين لما تشتري أكثر من كيلوين أو 3 أو 4 فينزل السعر لو شيء بسيط بالنسبة لو فصلت معاه. لكن نقول أسواقنا ما شاء الله عامرة بالخضار والفواكه، وأيضا عامرة بزوارها سواء كان سوق الكيلو، سواء كان السطحات الخارجية، سطحة قطر، سطحة المستورد، أيضا نقول ساحة البطاط والبصل، بالإضافة إلى سوق الأسماك. هذه كلها متواجدة في منطقة واحدة في السوق المركزي. أقول دائما سامحوني على قصور بذر مني من خلال نقلنا لهذه الفقرة، والآن أرجع للزملاء في الاستديو. كل الشكر لك زميلنا خليفة الرميحي على هذا النقل المتميز كالعادة، الله يعطيك العافية. وبتأكيد مشاهدينا الكرام استفادوا من هذا النقل. مشاهدينا الكرام راح نروح معاكم الآن إلى فاصل، وبعد الفاصل راح نتكلم عن مشروع طاقات للتدريب وتأهيل ذوي الإعاقة البصرية. نروح لفاصل ونتكلم عن هذا الموضوع مشاهدينا الكرام.
رجعنا لكم أعزائنا المشاهدين وصباح بالخير مرة ثانية عليكم، ونرحب بكل من انضم لنا. ونقول لك ترى حاليا احنا في الفقرة الثانية راح نتكلم فيها عن برنامج طاقات، في استثمار طاقات المكفوفين وأعطائهم المجال للإبداع وتقديم أفضل ما لديهم، والشغل الشاغل لمركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين. ويعتبر مشروع طاقات لتأهيل وتدريب ذوي الإعاقة بالتعاون مع المركز القطري الاجتماعي والثقافي للصم ومركز المتخصصة للتدريب والاستشارات من أهم المشاريع التي يعملون عليها حالياً. فأعزائنا المشاهدين خلونا نشوف هذا التقرير اللي يخص هذا الموضوع بخصوص مشروع طاقات، ونرجع إن شاء الله نبدأ بالحوار مع ضيفنا اللي راح تعرفونه بعد هذا التقرير. أنشئ مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 المؤمنة بحقوق المكفوفين في الانخراط في المجتمع وبضرورة إبراز قدراتهم وإمكاناتهم. وفي هذا الإطار دشن مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين مشروع طاقات لتأهيل وتدريب ذوي الإعاقة بالتعاون مع المركز القطري الاجتماعي والثقافي للصم ومركز المتخصصة للتدريب والاستشارات، والذي يهدف إلى استغلال هذه الطاقات وتحويلها إلى نقاط تساهم في التحاقهم بسوق العمل. مشروع طاقات يسعى إلى تنمية وتدريب القدرات المتبقية لدى المعوقين لاستثمارها في اكتساب الخبرات والمعارف والمهارات المناسبة، وتزويدهم بالقدر المناسب من المعرفة والثقافة المختلفة بقدر ما تسمح به ظروف كل فئة من فئات الإعاقة. الكشف عن استعدادات وميول المعوقين وتنميتها وإكسابهم المهارات الأساسية للحياة اليومية اللازمة للمشاركة والاندماج مع إخوانهم في المجتمع. تأهيلهم لاكتساب مهارات مهنية معينة تتناسب مع قدراتهم وميولهم وفق خطط مدروسة وبرامج مطورة للوصول بهم إلى أفضل مستوى من التأهيل. توفير الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية التي تساعد المعوقين على التكيف مع أفراد المجتمع تكيفاً يشعرهم بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات. كذلك إزالة الصعوبات التي قد تحول دون اندماج المعوقين ومشاركتهم في نشاطات المجتمع المختلفة من ثقافية واقتصادية واجتماعية وغيرها. أعزائنا المشاهدين بعد ما شفنا هذا التقرير عن برنامج طاقات، فيسعدنا أن نستضيف السيدة منى الكواري أمين السر العام لمركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين. صباح الله بالخير أستاذة، ونورتينا في استديو في الضحى. حياك الله، صباح النور. حياك الله معنا في استديو برنامج في الضحى. أولا أشكركم على هذه الجهود، بالفعل جهود رائعة، نتمنى دائما لكم التوفيق. فبدأنا من عرف أكثر ونعرف السادة المشاهدين عن مشروع طاقات. مشروع طاقات هو أحد البرامج التي تم تدشينها خلال الفترة الماضية في بداية إبريل بالشراكة بين مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين ومركز القطري للصم ومركز المتخصصة. طبعا البرنامج المشروع نفسه يهدف لتنمية مهارات الأشخاص من ذوي الإعاقة، المهارات خلنا نقول الذاتية التي تهدف إلى الجانب أو إلى الجانب المسار المهني، تصلهم إلى تطوير مجالاتهم، يعني تأهيل ذوي الأشخاص من ذوي الإعاقة في المجال المهني، يعني خلال بعضهم خلال يعني وظائفهم الحالية تطويرها وخلال الوصول إلى وظائف مناسبة لهم. أستاذة منى، بالنسبة للفئة المستهدفة من المتدربين، يعني أنتم ناويين كم شخص يتدرب تحت هذا المشروع؟ ولو نعرف كم مدة المشروع اللي مخططة لها؟ هي المدة اللي الاتفاق كان بيننا وبين المركز المتخصصة ومركز الصم كان لمدة سنة بإذن الله بيكون. طبعا خلال هالسنة يتم تقييمه وجدوته بالنسبة لذوي الإعاقة. أما العدد المتفق عليه بيكون 150
متدرب ومتدربة من ذوي الإعاقات البصرية والسمعية، يعني بين المكفوفين والصم إن شاء الله. شلون يتم استثمار طاقات المكفوفين من خلال هذا المشروع بالنسبة لانتقالهم مثلا إلى سوق العمل خلينا نقول أو تأهيلهم؟ هي طبعا أنا خلنا أقول لك أنه مثلا على تقسيمة البرنامج بشكل عام، بداية بيكون بتحديد المستفيدين وتقييمهم من المركز، من مركز المتخصصة. في المرحلة القادمة يكون وضع البرامج المناسبة لقدرات الأشخاص من ذوي الإعاقة. المرحلة الأخيرة هي البرامج، دورات عامة لأي شخص يعني موظف، يعني خلنا نقول يبحث عن وظيفة. اللي بعدها يعني بيكون مثلا يعني لكل شخص مسار محدد، مهني محدد، يكون تدريبه في هذا المسار. أستاذة منى، بالنسبة للفئة المستهدفة، يعني أنتم البرنامج هذا متاح للذكور والإناث، وبالنسبة للأعمار، يعني هل في أعمار معينة أو في شهادة مثلا معينة من قبل على أساس أنه ينضم لهذا البرنامج وبعدها أنه نقدر نقول ينخرط في سوق العمل؟ صحيح، هو طبعا فوق ال 18 سنة على الأقل يكون منتهي من الثانوية العامة، إن لم ينتهي يعني طبعا حسب الإعاقة، لأن هو اتفاق إحنا كمركز، مركز مكفوفين ومركز الصم، يعني يخصنا من المكفوفين والإعاقات السمعية. هناك إعاقات ثانية ما بتكون عن طريقنا، بتكون عن طريق مركز المتخصصة مثل الإعاقات الذهنية والداون ساندروم، فطبعا هذه حسب قدراتهم ومهاراتهم. بالنسبة كمركزهم يعني يعرفون شنو الاحتياجات اللي لهم. أكيد. بالنسبة للمواضيع اللي سيتم التطرق لها لتنمية قدرات ومهارات أيضا ذوي الإعاقة سواء البصرية أو حتى السمعية، شو المواضيع اللي ممكن تركزون عليها عشان تنمي قدرات هذه الفئة؟ مثل ما ذكرت لكم، هي أهمها في البداية تدريب عام، تدريب عام على مهارات الموظف واحتياجات أي موظف. بعدها يتم تقسيمهم يعني حسب كلهم حسب قدراته. صحيح. ومهاراته، ويتم تدريبهم حسب ذلك طبعا، ويعني دراجهم لسوق العمل. جميل. يعني نايف مقطع كلامك بخير، ولكن يعني بعد هذه الفترة التدريبية والتأهيلية خلينا نقول يكونون جاهزين الآن للانخراط في سوق العمل وأيضا المباشرة بالقيام بالأعمال سواء في مختلف الوزارات والجهات والشركات أيضا اللي ممكن ترغب في ضم هؤلاء الناس اللي خلاص جاهزين متدربين خلينا نقول. نعم أكيد هم بيكونون جاهزين لذلك، ولكن إحنا كمركز ليس لنا الحق، يعني ليست جهة خلنا نقول خاصة بالتوظيف، ولكن إحنا وسطاء بين ذوي الإعاقة والمؤسسات والوزارات سواء كانت حكومية أو خاصة. هناك مؤسسات بادرت، على سبيل المثال غرفة صناعة وتجارة قطر أبدت استعدادها بالتوظيف بعد التدريب، كذلك اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة هي من الجهات اللي إحنا كان معاهم اتفاقية لتدريب ذوي الإعاقة البصرية تحديدا وتوظيفهم بإذن الله تعالى. يعني أستاذ، أنتم في البداية بس حاليا أعلنتوا عن تدشين البرنامج، لكن هل في تعاونات رسمية صارت بينكم وبين شركات خاصة أو بين المؤسسات الحكومية بخصوص أن توظيف ذوي الإعاقة سواء كانت بصرية أو الإعاقات الأخرى اللي من ضمن البرنامج؟ فهل في أشخاص أو عفواً شركات تعاونتوا معهم رسمياً، أو يعني في شركات مثلاً جديدة على غير العادة انضمت معاكم؟ لا، حالياً إلى الآن لم ينضم إلينا أي من الشركات أو المؤسسات الحكومية أو الخاصة، ولكن إحنا من خلال برنامج خلنا نقول هذا يعني نطلب من الشركات والمؤسسات أن تكون داعمة لنا في توظيفهم، لأن البرنامج نفسه يعني يصب نحو التدريب فقط في الوقت الحاضر. ومثل ما قلت أنا من شوي، إحنا لا نعد بالتوظيف، ولكن هذه فرصة لتدريبهم ومن بعد ذلك توظيفهم في شتى مؤسسات الدولة. جميل. مثل ما تحدثنا أن هذا المشروع يتطلب أن الشخص اللي ينتمي إليها وينتسب إليه يكون عمره 18 سنة أو ما فوق. بالنسبة لأطفالنا أو الصغار خلينا نقول، هل لهم مشاريع مثلا مستقبلية لتأهيلهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم؟ إحنا كمركز صراحة إلى الآن لم نذهب إلى جهة الأطفال. إلى الآن صراحة نقدم خدماتنا، صحيح عندنا أعضاء من الأطفال، ولكن
الأشياء المقدمة لهم بسيطة، نحاول إحنا ندمجهم أكثر حتى بين الفعاليات الموجودة في قطر للفئة نفسها، الفئة العمرية نفسها. لكن بإذن الله تعالى يكون هذا بادرة خير إن إحنا في المستقبل نوجه يعني أشياء خاصة للأطفال بإذن الله. بإذن الله تعالى. أستاذة منى، بالنسبة للمشاريع المستقبلية لكم، يعني ماذا بعد مشروع طاقات؟ احنا في الوقت الحاضر بإذن الله نعد برامج يعني مختلفة لأعضائنا سواء من الذكور والإناث، والبرنامج طاقات كذلك له مناحي كثيرة بإذن الله، فيها خلنا نقول مفاجآت، يعني لأن البرنامج يعني خلنا نقول على مستوى الخليج لأول مرة. صحيح. لأنه بيكون فيه بإذن الله منحة يعني تدريبي للوظائف وغير ذلك من الأمور اللي خلنا نتركها مفاجأة إن شاء الله. أستاذة منى، في النهاية لو توجهين كلمة لبعض الشركات والجهات اللي ممكن نتوظف هؤلاء الفئة اللي تم تدريبهم وتأهيلهم وتطوير قدراتهم. والله هو نداء من خلال برنامج في الضحى للمؤسسات الحكومية أو الخاصة أن يكونوا داعمين لنا في توظيف الأشخاص اللي بيتم تدريبهم بإذن الله تعالى، حتى يتسنى لهم تقديم يعني ما هو يعني في قدراتهم ومهاراتهم يعني لقطر. قطر تستاهل الكثير، ومن خلال البرنامج هذا نداء لهم. أكيد كل الشكر لك على تواجدك في برنامج في الضحى. أحب أشكركم على هذه الجهود، وبإذن الله جهودكم راح تتكلل بالنجاح وتحققون الأهداف اللي أنتم ترجونها من خلال هذا المشروع. بإذن الله تعالى، شكرا لكم. الله يعطيكم العافية إن شاء الله، وموفقين في البرنامج والأشياء والبرامج القادمة بالنسبة لكم. الله يعطيكم العافية، وتلقون إن شاء الله الدعم المطلوب اللي تسعون له إن شاء الله. بإذن الله تعالى. بإذن الله. أعزائنا المشاهدين، وصلنا إلى ختام فقرتنا الثانية لهذا اليوم، خلكم معنا وراح نبدأ إن شاء الله بعدها معاكم الفقرة الثالثة اللي راح نتكلم فيها عن آفاق في نسخته الثالثة، فناخذ هذا الفاصل ونرجع إن شاء الله مرة ثانية. عودة لكم أحبتنا من جديد في ثالث فقرات برنامج في الضحى. قبل أن نبدأ هذه الفقرة راح نشوف وياكم مشاهدي الكرام تقرير عن ختام فعاليات برنامج صملة اللي سبق أن تحدثنا عنه. كاميرات برنامج في الضحى كانت موجودة في كتارة وعدت لنا هذا التقرير، فخلونا نشوفه وياكم. شفنا المتنافسين. قاعة الأوبرا في الحي الثقافي كتارا كانت شاهدة على تتويج الأبطال في سباق صملة الصحراوي للتحدي الذي جرى على مدى 4 أيام على مسافة 175 كيلومترا حافلة بالتحديات والصعوبات. سباق صملة هو سباق تنافسي، اللي شاهدناه من الشباب انه كان يعني تعاوني اكثر منه. في كثير من الشباب ما كانوا يعرفون النفس كيفهم، هل يقدرون يتغلبون على النفس وبالتالي يقدروا يعملون تحدي. ومثل ما شفتوا ما شاء الله عدد، ما توقعنا ان العدد هذا يوصل خط النهاية، لكن اللهم لك الحمد أشكرهم صراحة وما قصروا وبيض لويهم. اللجنة المنظمة للسباق رأت أن يكون التتويج شاملا لكل المتسابقين الذين وصلوا إلى خط النهاية، تقديرا لروح التنافس الذي ساد بين الجميع. يعني كمشارك في سباق صملة أدعو إخواني وعيالي أنهم فعلا يدخلون في هذا السباق ويعدون له من اليوم، لأنه يحتاج إلى أعداد كبير، مش أعداد جسدي أيضا أعداد نفسي. والله البطولة هذه صراحة خلتني أكتشف نفسي، صحيح مش مثل ما أنا مرتاح وأنا قاعد في البيت، أظن أن أنا كانت لي طاقة معينة، لكن البطولة هذه بينت لي أن كل إنسان له طاقة خفية. النجاح كان حليف المشاركين في السباق،
والذي أكد العزيمة القوية التي يتمتع بها الشباب القطري وهم يتحدون الصعاب طيلة أيام السباق. الحمد لله الحمد لله بفضل الله يعني قدرت أن أجتاز البطولة ووصلت المرحلة الأخيرة. أنا والله داخل البطولة بهدف أني أنزل من وزني، ما توقعت أني أقطع المسافة كلها، لكن الحمد لله الله عاني ومع الصبر وتعاون الشباب الحمد لله قدرت أنهي البطولة بالمركز الثالث. نسخة العام الحالي حفلت بالكثير من الدروس والعبر، خاصة التعاون الكبير بين المتنافسين في السباق، وهي الروح التي أرادت اللجنة المنظمة العليا للمسابقة أن تسود بين الشباب في مثل هذه المنافسات. عودة لكم من جديد مشاهدينا الكرام بعد ما شفنا هذا التقرير. بالفعل فعاليات جميلة ومنافسات أجمل، أبارك لكل من أنهى فعاليات برنامج صملة بنجاح، هذا دليل على قوة وتحمل شباب قطر للمصاعب. مثل ما قلنا لكم مشاهدينا الكرام راح نتكلم في فقرتنا الأخيرة عن برنامج أفاق لمركز الرواد التربوي اللي كان بتعاون مع جمعية قطر الخيرية، فعاليات جميلة. سبق أن عرضنا تقرير عن هذه الفعاليات، اليوم عاد مو بتقرير، اليوم معنا راشد الجملي منسق العلاقات العامة في مركز الرواد التربوي وجاسم الحرمي أيضا قائد البرنامج عشان نعرف عن البرنامج أكثر. صباحكم رب الخير وسعيدين أيضا بتواجدكم معنا. صباحك ربي بنور وسرور يا أخ سلمان يا أخ نايف. أنا أسعد ومتشرفين وياكم. الله يجزاكم خير، نورتونا. في البداية لو نتكلم أخو جاسم عن المشروع وعن جديدكم السنة هذه. طال عمرك المشروع بداية اسمه أفاق مرحلة ثالثة، كان لمدة 3 سنوات، حاليا وصلنا لها. المرحلة الأولى كان لمدة 10 أيام في فندق، وكان شوي في فراغ ومن هالأمور، والإقبال كان بسيط لأن فكرة جديدة. الموسم الثاني كان في مدرسة لمدة 5 أيام، لكن يروحون البيت ما ينامون، يروحون البيت ويرجعون. لكن هالسنة كان لا بشكل مختلف كليا، 5 أيام مكثفة من الورش والبرامج والمسابقات في فندق. والجديد أنه اخترنا الفندق جراند هيرتج اللي في سوير. المميز فيه أنه فندق رياضي وايضا موقع استراتيجي، احذاك الحدائق، احذاك الملاعب، احذاك حتى مجمع فيلاجو اذا احتجت شيء ولا شيء. فهاي من الاشياء المميزه، وكانت الورش على ايدي مدربين معتمدين ومؤثرين. حلو. هاي بشكل عام يعني على الجديد في المشروع. جميل. وشفنا ايضا في التقرير اخوي جاسم الاسبوع الماضي استاذ صلاح اليافعي كانت عنده دوره تدريبيه في هذا المعسكر، فهذا دليل على ان المعسكر ينتقي مدربينه بشكل مميز. راشد صراحه نجاح على كافه المستويات لهذا المعسكر، هذا الكلام مش انا اقوله، الجميع يشهد بذلك خلال وسائل التواصل الاجتماعي وايضا التغطيه الاعلاميه اللي كانت عندكم في المعسكر. حدثني عن الجانب الاعلامي في اظهار المعسكر بصوره جميله. طبعا لله الحمد التنسيق كان بدري شوي عن البرنامج، فقدرنا نجيب مصورين وقدرنا نجيب منتج فيديو، والاخوان في قطر الخيريه اوريدي عرضوا هالشيء، قالوا لنا اذا تبون مصورين او تبون انتاج فيديو نقدر نعطيكم ونعاونكم في هالشيء. قبل البرنامج استعدينا واجتمعنا مع بعض في اكثر من مكان وتكلمنا عن الحاجيات او احتياجات المركز من الناحيه الاعلاميه. بعد ما دخلنا البرنامج الحمد لله 4 ليالي كانت مبيت تقريبا نقول 5 أيام من يوم سبت إلى يوم أربعة، إلى أربعة يعني الساعة 10 بالليل، يعني يوم السبت الساعة 3 العصر أو 4 إلين يوم الأربعة 10 بالليل، والتغطية 24 ساعة، يعني من يقوم من يقومون الصبح الساعة 4 إلين الساعة 10 بالليل. والأخوان عندي 2 إعلاميين مصورين فيديو، 2 واحد مصورين فوتوغرافي 2 وفيديو 1 من الساعة 4 الفجر من صلاة الفجر إلين 10 في الليل. ممتاز جدا. طبعا تم إعداد هالبرنامج قبل 4 شهور، نحاول ننسق ونضبط الأمور الإدارية من هالأمور. ما شاء الله. جاسم كونك كنت قائد البرنامج، فلما نتكلم عن الفئة المستهدفة من البرنامج وكيف كان الإقبال عليها بالنسبة للمسجلين. طبعا دائما راح اقول لك افاق 1 وافاق 3، احط لك مقارنه. افاق 1 الاقبال كان شبه متوسط، يعني كان العدد المطلوب تقريبا 30، يالله وصلنا 28. اما في افاق 3 ما ادري هل هاي درجه الوعي بين اولياء الامور ولا التسويق، عموما وصل الاقبال لين تقريبا 60 شخص. فاخترنا افضل 30. شلون نختار الافضل؟ عندنا مشرفين في المدارس يختارونهم عن طريق النسب الدراسيه، عن طريق في الفسحه يشوفون شلون تعاملهم مع الطلاب وسمعتهم بين المدرسه. تم اختيار 30 طالب متميزين. هذه كانت الفئه المستهدفه، الفئه الاعداديه. ليش نختار الفئه الاعداديه؟ من اسمها اعداديه، فتره اعداد، فهي تعتبر ارض خصبه لغرس القيم واستثمار
الأخلاق اللي عندهم واستثمار القدرات اللي عندهم أنه ممكن ينشأ تنشئة صحيحة ونطور منهم عقليا وبدنيا ينفع ويفتخر فيه ولي أمره وعلى قدام يضع بصمة لوطنه والأمة الإسلامية. أكيد راشد جاسم قال نقطة مهمة أن أنتم كنتوا حاطين 30 مشترك لكن اللي وصلكم 60. هذا أندل دل على الجانب الإعلامي في التسويق لمعسكر آفاق 3. لو تحدثني عن جهودكم قبل المعسكر في التسويق لهذا البرنامج. طبعا قبل المعسكر احنا بدينا بالواتساب، طبعا حاليا الرقم واحد او على الاستبيان يمكن الواتساب اكثر طريقه جابت لنا او اشتركوا عن طريق الطلاب والمشتركين، بعدها مواقع التواصل الاجتماعي ممكن تويتر ممكن انستغرام، بس سبحان الله يمكن 60% في الاستبيان 60% عن طريق الواتساب اللي هو يكلم صاحبه وصاحبه يعطيه مثلا رقم المركز، المركز له رقم طبعا ان شاء الله بيعرضون القناه له رقم يتواصلون معاه الشباب على طول، اللي ماسك الاتصال ينسق معاهم بحيث انه يعبون السبيانات كلها اونلاين جميل. كلها الكترونيه وتجينا للسبيان واحنا نتواصل مع ولي امره او معاه شخصيا بس وناخذ بياناته. طبعا هذه طريقه غير اللي جاك عن طريق الانستغرام، اللي جاك عن طريق التويتر والسناب شات. بدينا اول مره نسوي سناب شات باسم المركز ويبتدي في أول يوم للبرنامج، أما التسجيل كان عن طريق الانستغرام الهاي، بس بالأخير يرجع إلى رقم المركز اللي هو عن طريق الواتساب على طول تسجل. ما شاء الله عليكم، عرفتوا توصلون حق أولياء الأمور. نعرف يعني أن الواتساب نقدر نقول المستخدم الأول عند أولياء الأمور، فأنتوا عرفتوا شلون توصلون الرسالة إلى أولياء الأمور. جاسم أبا أتكلم بخصوص البرامج والورش اللي قدمتوها، شنو نوع البرامج والورش اللي قدمتوها ولو نعرف أسماء المدربين؟ ممتاز. بالنسبة للورش كان في 4 ورش. الورشة الأولى كانت للأستاذ محمد العنزي مدرب معتمد بعنوان ارسم هدفك، كانت يعني باختصار تحدث كيفية رسم الهدف للمشارك، وضع رؤية ورسالة، وضع أهداف في الحياة، كيفية تختار الأهداف، مو بأي هدف تختاره، الهدف لازم يكون سمارت ولا يكون مواصفات معينة وكيفية تحقيق هذا الهدف. وفي ورشة الأستاذ صلاح اليافعي كانت بعنوان اكتساب عادات المؤمن القوي. في شيء ما قلت لك إياه في البداية، طبعا في كل برنامج أفاق احنا نختار قيمة معينة، هالقيمة كانت المؤمن القوي لهالبرنامج، فكانت الورشة اكتساب عادات المؤمن القوي لصلاح اليافعي، يعطيهم تمارين حركية، يعطيهم نشاطات ذهنية، تمارين يعني تيجي تحركون في أشياء شغالة. وفي دورة ثانية كانت أساسيات في تدبر صورة يوسف، دروس وأشياء واقعية حصلت يعني في قصة يوسف عليه السلام، شلون نطبقها ونستفيد منها في حياتنا العملية. والورشة الأخيرة اللي هي الرابعة للأستاذ إبراهيم الخاجة كانت بعنوان فكر بإبداع، يتعرفون على مفهوم الإبداع بشكل عام وشلون يغيرون طريقة تفكيرهم من التفكير المنطقي إلى التفكير الإبداعي. هاي بالنسبة للورش. أما بالنسبة للبرامج كان في برامج عديدة ورحلات ترفيهية من وإلى، لأن احنا دائما نحط 70% تقريبا ترفيه، هالمرحلة تحتاج إلى ترفيه، مو بأي ترفيه، الترفيه الهادف. كان في رحلة إلى البولينج إلى كوبارك، راحوا الرماية الكابتن ناصر ما قصر معاهم، تعليمات وإرشادات شلون يرمون الطريقة الصحيحة، الأمن والسلامة، وطبعا راحوا مكان يسمونه أدفنتشر روم، غرف المغامرات. جميل. شلون يدخلون غرفة وفيها نفس السجن، ولازم المجموعة في أسرع وقت تطلع من هالسجن، بس في ألغاز وفي أسئلة وفي يعني أشياء لازم يفكرون خارج الصندوق مثل ما نقول. فسبحان الله وصلوا فيه مراحل، يعني في مرحلة سهلة المتوسطة الصعبة، مجموعتنا وصلوا للمرحلة الصعبة حتى انصدموا العاملين اللي هناك، قالوا انتوا وصلتوا رقم قياسي أول مرة. ما شاء الله. وهذا نايف يدل على وعي الطلاب أيضا، مستوى ثقافتهم العالي. الطلاب اللي يشاركون في مثل هذه البرامج اللي منها هدف وفائدة أكيد مستوى ثقافتهم عالي ومتميزين أيضا. مثل ما ذكر جاسم مساعة أنتوا اخترتوا نقدر نقول الأميز من المتميزين، فالله يعطيكم العافية، جهودكم جدا جميلة، ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق في خطواتكم القادمة. الله يعطيك العافية. أشكر الشكر لكم جاسم وأخوي راشد على تواجدكم في فيض ضحى، نتمنى لكم التوفيق في القادم إن شاء الله. بإذن الله. الشكر موصول لكم ونشكركم على الإضافة. حابين نشكر بعد الجهات الداعمة، مثلا الشباب اللي متطوعين معانا
طبعا حاب اذكر نقطه اللي هي اللي موجودين حاليا سواء اداره او مشرفين كلهم عن طريق التطوع. يعني الحمد لله على كل حال موضوع التوظيف الى الان ما وصلنا له، ان شاء الله في الخطوات الجايه ممكن نوصل هالشيء، بس الشباب كلهم متطوعين الله يعطيهم العافيه. ثقافه التطوع دائما احنا نذكرها ان عندنا من اروع ما يكون. اذا مشاهدينا الكرام بعد ما تكلمنا عن برنامج افق لمركز الرواد التربوي راح ننتقل الى زميلنا عمر الشمري ونشوف شنو عنده وين موجود. صباحك الله بالخير زميلنا عمر الشمري. صبحك الله بالنور والعافية أخوي سلمان، تحية لك وإلى ضيوفك الكرام وإلى جميع مشاهدين شاشة تلفزيون قطر. زميلكم عمر الشمر اليوم موجود في برج وزارة التعليم والتعليم العالي لتسليط الضوء على المعرض الثامن لمسابقة البحث الطلابي. نتعرف أكثر عن هذا البرنامج مع الدكتور عبد الله الكمالي ونرحب فيه ونقول له صباح الخير. صباح الخير أخي عمر وشكرا على هذا اللقاء. طبعا نبذة عن البرنامج، أدرك الصندوق القطري رعاية البحث العلمي بالشراكة مع وزارة التعليم والتعليم العالي على أهمية إدخال ثقافة البحث العلمي في جميع المراحل التعليمية بدءا المرحلة الابتدائية. فتم إطلاق برنامج مسابقة البحث العلمي الذي يهدف إلى إشراك جميع الطلبة القطريين وغير القطريين في كافة المدارس المستقلة والخاصة تحت إشراف وإرشاد مدرسي ومنسقي المواد، والاطلاع بتنفيذ أبحاث مستمدة من معايير المناهج وأيضا من معايير الدولية في المواد العلمية والأدبية. دور الصندوق القطري تمثل في تدريب المنسقي ومنسقي المشرفي على الأبحاث على أخلاقيات البحث العلمي، وأيضا التدقيق وفحص الأبحاث من خلال برنامج الأيثنتيكيت، وهذا البرنامج يعتبر برنامج لكشف الانتحال. طبعا من خلال الدورة الورشة التي قدمناها مع بشراكة مع وزارة التعليم والتعليم العالي، طبعا تعرف الطالب والمدرس على أخلاقيات البحث العلمي وكيفية الاقتباس والمحافظة على الملكية الفكرية وأنواع الاقتباس والتوثيق وأمور كثيرة. دكتور تكلمنا عن تقريبا كم عدد من الطلبة مشاركين في هذه المسابقة؟ نعم بشكل عام طبعا مسابقة البحث العلمي وزارة التربية والتعليم تعليم والتعليم العالي بدأوا مع المسابقة من بداية العام الدراسي، بلغ عدد الطلبة المشاركين بشكل عام 1000 طالب. طبعا المسابقة هذه مرت بثلاث مراحل أو مرحلتين، المرحلة الأولى التصفيات في المدرسة وبعد ذلك التصفيات من قبل فريق البحث العلمي في وزارة التعليم والتعليم العالي. طبعا الآن العدد اللي راح يشارك في معرض الأبحاث تقريبا 80 مشروع من مشاريع من أفضل المشاريع. طبعا احنا في المعرض الثامن ركزنا على جودة الأبحاث ونوعية الأبحاث المقدمة. طيب دكتور خلينا نتكلم عن معايير المشاركة في هذه المسابقة، في ماذا تمثلت؟ طبعا احنا معايير الموجودة طبعا يعني هذه طبعا احنا متفقين مع وزارة التربية والتعليم، المعايير هي معايير عالمية في كل المجالات طبعا، سواء يعني مجالات تخص المناهج او المواضيع اللي تخص مثلا استراتيجية قطر او المعايير الدولية، لان طبعا بعد هذه المسابقة الطلبة يعني لهم فرصة المشاركة في مسابقة دولية، مسابقة انتل للعلوم والتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية ان شاء الله. كيف يأتي دور وزارة التعليم والتعليم العالي في هذا الصدد أخوي عبد الله؟ طبعا يعني هذا لازم أترك للفريق البحث العلمي في وزارة التربية والتعليم. طبعا فريق البحث العلمي تابع من بداية العام الدراسي مع المدارس خاصة في التصفيات الداخلية في المدارس، وأيضا توفير كل المحكمين والمقيمين سواء في التصفيات الداخلية أو في التصفيات التي صارت في المدارس بعد رفع الأبحاث عن طريق القناة الإلكترونية التابعة للمجلس. فيعني أيضا من خلال الورش وتدريب على منهجية البحث العلمي وأيضا من خلال الصندوق القطري على أخلاقيات البحث العلمي وأمور كثيرة فيه. دكتور تكلمني عن كيف احنا نحفز يعني هذه الرغبة لدى الطلاب في الابتكار والمشاركة في مثل هذه المسابقات. طبعا احنا يعني ان شاء الله يعني المعرض اللي سوف يقام في 24 راح ندعو الشركات ويعني كثيره للحضور، ويعني واحنا في الصندوق القطري بشراكه مع وزاره التعليم راح نتبنى المشاريع هذه، لان الان عندنا تقريبا يمكن 70 متبرع من المشرفين الاكاديميين راح يتابعون مع المشاريع الطلبه وايضا يعني للرقي والتقدم في المشاريع هذه.
في المستقبل. أخوي عبد الله أيضا أكيد نتكلم عن أهداف مثل هذه المسابقات المهمة واللي من شأنها يعني رفع المستوى الثقافي والعلمي لدى الطلبة سواء كانوا من المقيمين أو المواطنين. تكلمنا عن أهداف هذا الأهداف هذه المسابقة. نعم طبعا هذه يعني احنا المرحله هذه مرحله تعليميه او مراحل المسابقات المدرسيه نعتبرها مراحل تعليميه. الصندوق القطري لراحه البحث العلمي عندنا سلسله من البرامج يعني تكامليه. المرحله هذه مرحله تعليميه نمهد الطالب للمشاركه في برامج اخرى برامج جامعيه ثم ما بعد الجامعيه الى اولويات الوطنيه لدوله قطر. طبعا هذه المرحلة نركز على أمور كثيرة عن منهجية الباحث عن أخلاقيات البحث العلمي حتى يتمكن الطالب ويستعد للمراحل الثانية. وأيضا أنشأنا في صندوق القطر رعاية البحث العلمي قاعدة المعلومات نتابع الطالب ونواصل معه حتى برامج الأولويات الوطنية إن شاء الله في المستقبل. كل شكر لك دكتور عبد الله الكمالي. عفوا الله يسلمك. وأيضا نشكر وزارة التعليم والتعليم العالي على كل الجهود اللي يقومون فيها، وأيضا يسامحونا على المقاطعة اللي دخلنا عليهم اليوم، لكن لضرورة إيصال الصورة كاملة من خلال برنامج فيض ضحى حرصنا على هذا. بعد هذا النقل مشاهدينا نرجع إلى الزملاء في الاستوديو. كل الشكر لك زميلنا عمر الشمري على هذا النقل، وأيضا كل الشكر لضيفك لوزارة التعليم والتعليم العالي على هذه الجهود. بإذن الله كل جهودهم تتكلل بالنجاح. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا تقريبا إلى ختام فقرات برنامج فيض ضحى نايف. حلقة جميلة كانت اليوم بمواضيعها المختلفة بضيوفها أيضا المختلفين، بتسليط الضوء على فعالية وقيمت، وأيضا برنامج يعني يهدف إلى تطوير وقدرات ذوي الإعاقة البصرية، وفي الختام برنامج لطلابنا بهدف تطوير مهاراتهم في فترة الإجازة. وأكيد اللي يبي يشوف الأشياء كلها يقدر يشوفنا على الإعادة، راح تكون الساعة 2 الظهر، وإذا كنت تشوفنا الساعة 2 الظهر فالإعادة راح تكون 2 الفجر. وإذا تبي تشوف أي شيء عندك مواقع التواصل الاجتماعي موجودة على الشاشة الموحدة باسم قطر تلفزيون. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، إن شاء الله نقدمنا لكم محتوى مفيد. إلى هنا نقول لكم في أمان الله، مع السلامة. We'll be right back.